إن كمال اللذة مع زوجتك من الحور العين، إن كمال اللذة في بلاد الأفراح لا يكون إلا مع من غض طرفه في هذه الحياة الدنيا، إلا مع من عفى نفسه عن الحرام. كل شخص كان غاضا لطرفه، كل شخص عفى نفسه وعفى فرجه، فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمه وسيزيد من كرامته. لا يستوي عند الله من غض طرفه عن الحرام، من صبر، من أمسك نفسه، مع من أطلق لنفسه هواها. إياك أن تظن أنهما يستويان.